هنبدأ دلوقتي نحل مع بعض General Exam 9. أول حاجة عندنا بيقول لي أنا عندي هنا إيه؟ Two vectors A and B of the same type are equal in magnitude and perpendicular to each other. Then the operation that makes their product maximum zero. إحنا عندنا نوعين من ال product. عندنا ال dot product وعندنا ال scalar product. Sorry, ال dot product وال vector product. A dot B. A dot B equal AB cosine theta. ده اسمه ال dot product. أو اسمه ال scalar product. في نوع تاني من ال من ال من ال product اسمه ال vector product تمام أو ال cross product. Scalar product بيبقى ضد كده ما بينهم بنقول ال A magnitude الأول magnitude الثاني كوزين الأنجل اللي بين ال A وال B تمام. طيب أما بقى في عندنا حاجة تانية اسمها ال A cross B أو عادي ممكن أعملها إيه cross كده تمام. دي عبارة عن إيه magnitude A في magnitude B في sin theta وبنحط لان ده فيكتور فلازم نكتب في الاخر ايه ان هو فيكتور ان هو يعني لازم نكتب اي حاجه كده بتعبر عن انه فيكتور فبنكتب هنا اليونت فيكتور اللي هي الان تمام. طيب احنا دلوقتي ده اسمه ايه بقى ده الفيكتور الفيكتور برودكت او اسمه ايه تاني كروس برودكت. طيب ده كده مين ده ده كده اللي هو البرودكت اللي عندنا تمام. طيب انا دلوقتي عايز انهي من دول يديني زيرو ماكسيمم ويديني زيرو ايه اكبر اللي هما الاثنين اصلا الانجل اللي بينهم كام ها هما الانجل اللي بين التو فيكتور دول عامله كام هنا وقال لي سيم تايب يعني ايكوال ان ماجنيتيود ايكوال ان ماجنيتيود اند سيم تايب فيعني ليهم نفس الدايركشن معناه هما الاثنين ايه لا هما ما قالش ليهم نفس الدايركشن قال ان هما ايه perpendicular to each other صح يبقى الانجل اللي بينهم بكام ب 90 لو انا جيت جربت ساين 90 هتطلع ب 1 ودي اكبر ساين يعني ساين 30 ب 1 over 2 صح ساين مش عارف 40 اكبر شويه من ساين 30 ساين 50 اكبر من ساين 40 ساين 60 اكبر من ساين 50 يبقى انا كل ما بزود الانجل هنا بالنسبه للساين يعني لما بزود الانجل الساين نفسها بت ايه الفاليو بتاعتها بتزيد صح يبقى دلوقتي اكبر انجل عندي اللي هي 90 تمام يبقى بالتالي دلوقتي لما اجي اقول ساين 90 دي ب 1 واكبر حاجه للساين هي اصلا تكون ب 1 فدي بالنسبه لي هي ايه هي ماكسيمم. طب مين طب الكوزاين بقى الكوزاين 90 لا الكوزاين 90 بايه بزيرو فدي المينيمم او ده الزيرو يعني. طيب يبقى انا دلوقتي لما يكون الاثنين عاملين انجل 90 مع بعض الدوت برودكت هيبقى بكام كوزاين 90 بزيرو يبقى الاي دوت بي ايكوال على طول زيرو اما الاي بي هتبقى عباره عن ايه الاي كوز بي بما ان هي جايه بقى من الساين والساين اكبر حاجه لاكبر حاجه للساين هي تكون ب 90 ان الانجل بتاعتها يعني او الانجل تبقى ب 90 دي ماكسيمم ساين لان ساعتها بيطلع ب 1 تمام يبقى دي ايه AB sin 90 اللي هي ب 1 ودي اكبر حاجه للايه ودي الماكسيمم كروس برودكت يبقى انا دلوقتي عندي الكروس برودكت اللي هو ايه اكبر حاجه والدوت برودكت يبقى الماكسيمم هيبقى الاي كروس بي الاي كروس بي دي العلامه اللي هو عاملها العلامه دي يبقى الماكسيمم هنا هيبقى اي كروس بي والزيرو هتبقى ايه دوت بي تمام فهتبقى دي دي هي الصح تمام يبقى الاي كروس بي هي اكبر حاجه هي الماكسيمم اما الزيرو هي مين بقى الزيرو هو اي دوت بي تمام كده. طيب عندنا بعد كده دلوقتي بقى السؤال التاني كان بيقول ايه بيقول دلوقتي احنا عارفين الرينج بقى قانونه كانت ايه صح
احنا قلنا عارفين القانون بتاع الرينج اللي هو ايه، نيجاتيف 2 في اي سكوير ساين. احنا لسه شارحين الحصه اللي فاتت في البروجكتايل، تمام؟ الرينج كان ليه ثلاث قوانين بالظبط. الرينج كان عباره عن في اي اكس، لان الرينج ده يعني ايه، ده الايه الماكسيمم هوريزونتال ديستانس، دي الار اهي. طيب فعلشان دلوقتي اجيب الار دي محتاج اخد انهي في اي، اخد في اي اكس ولا في اي واي؟ اللي في اي واي بحتاجها فين وانا بحسب مين؟ الماكسيمم هايت، الاتش ماكس. طب مين اللي بحتاجه بقى وانا بحسب الرينج؟ الفي اي مين اكس. طب والتايم اللي هاخده من هنا لهنا سميناه ايه؟ الفلايت تايم، التي، صح؟ يبقى انا عشان اجيب الديستنس، مش احنا عارفين ان الايه؟ ان اي في ايكوال ديستنس على التايم، في ايكوال ديستنس على التايم. انا لو عايز اجيب الديستنس اضرب في تي، الفي عرفنا ان هي في اي اكس، والتي اللي هي مين؟ اللي هي التي اللي هي الفلايت تايم. وقلنا كمان صورة تانية من صور الايه؟ الرينج اللي هو عبارة عن ايه؟ الرينج ايكوال ال تي نفسها عبارة عن ايه؟ 2 في اي واي على جي، 2 في اي واي اوفر جي، صح؟ وال في اي اكس هتنزل زي ما هي، احنا اشتكينا بس التي وهنا بالنيجاتيف طبعا، لان احنا هنعوض عن الجي هنا بالنيجاتيف، فايه؟ النيجاتيف هتطير مع النيجاتيف كده كده. تالت صورة بقى من صور الرينج كانت ايه بقى؟ ها؟ نيجاتيف 2 في اي سكوير ساين ثيتا كوساين ثيتا اوفر جي. دول كده ثلاث حاجات للايه؟ للرينج، صح؟ طيب فطبعا الايه بس هتبقى رقم دي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي توب ذا بروجكتايلز موشن از كونسيدرد ا موشن ان تو دايمنشنز، وان از هوريزونتال اند ذا اذر از فيرتيكال، which of the following statement can describe the projectile's motion correctly. طيب بيقول لي هنا ايه، انا عايز حاجه تمام، يعني انا عايز description للبروجكتايل موشن، ها؟ فبيقول لي هنا ايه، the velocity in horizontal dimension is variable. احنا اتفقنا مع بعض المره اللي فاتت ان الاكس دايما بتكون هي الايه اللي ثابته، انما الواي نفسها وانا طالع بيحصل لها decrease وانا نازل بيحصل لها ايه، increase، صح؟ يبقى انا دلوقتي لو اتعامل مع الفي وانا بتحرك كده ايه، ده الفي اكس اهي، ودي مين؟ دي ده الفي واي. الفي اكس هنا برضو هتفضل ايه، ثابته، انما الفي واي مالها؟ هتقل. طب الفي اكس هنا هتبقى ايه؟ هتبقى ماكسيمم، هتبقى سوري يعني هنا زي هنا زي هنا كلها ثابته، انما الفي واي هنا مالها بقى؟ الفي واي هنا ايكوال زيرو، صح كده؟ يبقى الفي واي ايكوال زيرو هنا، تمام؟ ليه؟ لان لو في في واي هنا لا هكمل حركه فوق. طب علشان ما فيش في واي فانا خلاص وصلت الماكسيمم هايت، مش هعلى تاني فوق، هبدا بقى انزل بقى. فالفي واي هنا هيحصلها ايه؟ هترجع تاني ايه؟ تزيد تاني لحد ما اوصل للماكسيمم في قبل ما اخبط في الارض على طول، تمام؟ والفي واي هنا زي الفي واي هنا، تمام؟ يعني اي اثنين بوينت ان ذا سيم ليفل اوف بروجكشن فساعتها بيكون ليهم نفس الفي واي، تمام؟ بس دي بتبقى ايه؟ upward والتانية بتبقى ايه؟ downward، صح؟ واحدة بتبقى فوق والتانية بتبقى تحت. طيب فالـ VY هي اللي بتبقى variable، الـ V في الـ Y direction اللي هي الـ vertical الـ vertical يعني direction بتبقى ايه؟ variable. أما الـ V في الـ X direction بتكون ايه؟ constant، مش بتتغير، صح كده؟ طيب فهنا بيقول لك ايه بقى؟ الـ V في الـ horizontal dimension is variable، طبعًا دي غلط مش هكملها. The velocity in the horizontal dimension is constant and the acceleration in the vertical dimension is variable. انا بتحرك بايه؟ باكسلريشن واحده بس هي الايه؟ الجرافيتي، صح؟ فاكيد برضو ايه؟ لا ماشي طبعا سي زي ايه؟ غلط، تمام. طب المفروض بقى دي، تعال نشوف مع بعض كده دي. The velocity in the horizontal dimension is constant and the acceleration in the vertical dimension is constant. انا بتحرك ب constant acceleration اللي هي الـ gravity اللي هي الـ g equal 9.8 أو هيقول لي 10 على حسب يعني في السؤال، تمام؟ طيب فهو بيتكلم إن الـ v الـ d طبعًا صح، لأن هو الـ vx مالها constant مش بتتغير، وكمان الـ a الـ a acceleration في الـ y direction اللي هو الـ vertical يعني direction هي دايمًا بتبقى اسمها إيه؟ g، تمام؟ طيب فدلوقتي أنا عندي هنا مين بقى؟ الـ A هنا هتبقى
كونستنت، وكمان عندي ال في اكس تبقى برضو ايه كونستنت صح؟ يبقى تبقى دي. طيب فتبقى دي. السؤال بعد كده بقى رقم 4. رقم 4 بيقول ايه؟ بيقول لي a man tried to push a box of mass 40 kilograms on a rough horizontal surface but he couldn't. So the net force acting on the box is كام؟ هو ما قدرش يحركه، يبقى هو اكيد الايه؟ النت فورس او الريزلتنت فورس هنا بكام؟ طيب هنا اكيد ايه؟ ما هو ادام هو اترست ما قدرش يحركه اكيد الايه؟ الفريكشن فورس. ما هو رف هوريزونتال سيرفيس، يعني ايه رف هوريزونتال؟ يعني في اصلا هنا مين؟ في هنا فريكشن فورس، وهو بيحاول يعمل ايه؟ بيزقها ابلايد فورس كده، دي الابلايد فورس اللي هو بيحاول يزقها بيها، وده الايه؟ ده الفريكشن فورس. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ده هيكنسل ده، فبالتالي هو هيبقى ايه؟ هيبقى اترست صح كده؟ طيب فكده معناها ان الريزلتنت فورس ايكوال زيرو، يبقى هو معناه انه اترست، يبقى سميشن الفورس ايكوال زيرو صح كده؟ يبقى هو بيتكلم عن الايه؟ النت فورس او الريزلتنت فورس صح؟ دي بقى اسمها ايه؟ النت فورس او الريزلتنت فورس تمام؟ او التوتال فورس يعني كام؟ بزيرو تمام كده؟ لان هو ايه؟ اترست. اترست يبقى على طول ايه؟ احنا اتفقنا مع بعض اتفاقين. بص يا سامي، لما يكون اترست يبقى النت فورس ايكوال زيرو، لما يكون برضو ايه؟ move يعني اي بودي موفز ويز يونيفورم يونيفورم فيلوسيتي، يبقى ساعتها او كونستنت سبيد، يعني ساعتها هيحصل له ايه بقى؟ ساعتها معنى ان هو ماشي كونستنت سبيد معنى كده ان هو مفيش ولا في فورس بتزود من السبيد بتاعته ولا في فورس بتقلل من السبيد بتاعته، يبقى ساعتها النت فورس برضه هتبقى بزيرو. يبقى الاثنين دول اول ما اسمعهم اعرف ان النت فورس بزيرو تمام كده. طيب رقم 5 بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي the opposite graph illustrates the motion of an object that started its motion from rest with a uniform acceleration so the acceleration of its motion is يبقى هو start from ايه؟ start from rest. يبقى الفي اي بكام؟ بزيرو. كان ماشي بايه ايكوال؟ مش عارف، ده انا عايزها. طيب بس انت معاك مين بقى؟ انا معايا الدي والتي. منين يا عم الدي والتي ده؟ الدي هنا 40 متر، هو بعد تايم 4 سكند مشي قد ايه؟ مشي دي قد ايه؟ 40 متر صح كده؟ طيب فبالتالي ايه؟ دي وتي، واحنا عايزين نجيب الايه؟ يبقى دي ايكويشن رقم كام؟ رقم 2 صح؟ فاكرين اللي هو الايه؟ كل مره نقولها في فاينل هنا وهنا تايم وهنا دي، وانت دلوقتي عايز يعني حاجه تجمع ما بين الدي والتي، فدي رقم 2 صح كده؟ اللي بيجمع ما بين الدي والتي بقى فاكرين كان ايه؟ كانت بتقول ايه بقى دي؟ دي ايكوال ها في اي تي بلس هاف اي تي باور 2 تمام؟ الفي اي تي هنا بكام؟ زيرو، عشان هو ستارت فروم ريست، فالفي اي بزيرو. زيرو في اي حاجه بايه؟ بزيرو صح كده؟ طيب بعد كده بقى الدي هنا بكام؟ 40 متر اللي هو ايه؟ الاي بكام هنا؟ انا عايزها. والتي هنا بكام؟ 4 باور 2 هاف. ال 4 باور 2 كام؟ 16 صح؟ 16 هاف 16 بكام؟ هاف 16 بكام؟ 8 8 ايكوال 40 صح؟ يبقى ليه ايكوال 40 divided 8 تطلع 5 متر بير سكند سكوير. طيب دي رقم ايه؟ دي رقم 5 صح؟ يبقى انا كده جبت الايه ب 5 متر بير سكند سكوير تمام؟ بيقول لي بعد كده ايه؟ a train of length 100 متر that is moving with an acceleration of 1 entered a straight tunnel of length 1.3 كيلومتر the rest of 3 meter per second. So the required time for the entire train to get out from the tunnel is يبقى دلوقتي بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي انا عندي طول القطر هنا كام؟ فاكرين دي حلناها قبل كده؟ لما يطلع القطر كله من الارتفاع. برافو عليك. فانا محتاج ايه؟ دلوقتي عندي تانل اهو، التانل ده طوله كام؟
طوله 1.3 كيلومتر، ممكن حوالي المتر نضرب في 1000 صح؟ طب 1.3 تايمز 1000 فيطلع بكام بقى؟ 1300 متر. يبقى ده الطول بتاعه كله كام؟ 1300 متر. طول القطر نفسه كام بقى؟ ها؟ 100 متر. ايه اللي هيحصل بقى لما ده يخش جوه؟ ها؟ لو القطر ده كده مشي من اول هنا لحد هنا، يعني مشي الايه؟ مشي طول التانل ده كله، هيحصل ايه؟ هيبقى كده طلع. انا عايز اللي هو ايه؟ to get out from the tunnel. لو هو مشي من اول هنا، من اول لما كان هنا لحد ما كان هنا، مشي الحته دي كده، معناها ان هو يمشي من اول هنا لحد هنا هيمشي الرقم ده. انا عايزه يطلع كله، يبقى كمان ازود عليه طول الايه، محتاج يمشي قدام 100 متر عشان يطلع كله من الايه، من التانل ده صح. فيبقى التوتال دي بقى اللي هو اللي هيمشيها المفروض يمشيها هنا عشان يطلع كله، هي طول التانل زائد طول الايه، الترين نفسه صح، اللي هو اللينث اوف ذا ترين اللي هو كام؟ 100 متر. فبالتالي كلهم يبقوا كام كده؟ 1400 متر. ده الدي. انا عايز اعرف محتاج ايه تايم قد ايه، انا عايز الريكوايرد تايم. عايز تي دي وتي، نفس الفكره نفس السؤال بتاع طول بالظبط. انا عايز التايم صح. التايم هيبقى كام بقى؟ طيب هنا بقى الفي اي ايكوال كام بقى هنا؟ الفي اي هنا ايكوال 3 متر بير سكند، يبقى دخل بالايه؟ بالفي اي دي. والال كان ماشي بيها كانت عباره عن ايه؟ 1 متر بير سكند سكوير. وطبعا ايه؟ كل ده معناه ان احنا هنشتغل بمين؟ دي وتي، يبقى احنا هنشتغل برضه برقم 2 اللي هي بتقول دي ايكوال في اي تي ها بلس هاف اي تي باور 2. تعالى نعوض، دي هنا كام؟ اللي هي ايه؟ طول الترين زائد طول التانل، فكلهم على بعض بايه؟ 1400 متر. الفي اي هنا بكام؟ ب 3. والتايم احنا ايه عايزينه اصلا؟ هاف، والاي هنا ب 1 فتي باور 2. هنا التي باور 2 قدامها كام؟ هيبقى قدامها 0.5. طيب والتي بس قدامها كام؟ قدامها 3 صح؟ وندخل الايه الرقم ده جوه بالنيجاتيف صح، يبقى 1400 ايكوال 0. نحلها ازاي دي بقى؟ طبعا احنا عندنا هنكتب ايه؟ هنكتب مود تمام؟ هنكتب مود عندنا احنا تمام؟ ونكتب ايه؟ انا هكتب مود عندي وهشوف كلمه ايكويشن رقم كام؟ فتقريبا هتبقى رقم 9. وعايزين نعمل ايه؟ بولينوميال، يعني رقم 2 هي طبعا هي ايه؟ سكند ديجري، فهختار رقم 2. فهكتب هنا في الاول 0.5 ايكوال 3 ايكوال. طبعا عندكم انتوا هتعملوها ازاي؟ نيجاتيف 1400 ايكوال، فهنجيب التايم هنا مره التايم يطلع ب 50، مره التايم هنا يطلع بالنيجاتيف، فخلاص انا ايه؟ ريفيوز صح؟ 56 دي ريفيوز. انا بس هاخد الايه؟ التايم 50 سكند تمام كده؟ طيب دلوقتي احنا بنعملها ازاي دي بقى؟ تاني احنا عندنا بنكتب مود، ندوس على مود، بندوس مود يعني تمام، وبعد كده نشوف كلمة equation فين، تبقى رقم 3 مثلا. بعد كده نشوف بقى الحاجة اللي فيها ax square plus bx plus c، والa هنا بكام؟ ادوس على مثلا لو ax square plus bx plus c مثلا دي رقم 3 مثلا، تروح ايه؟ 3، وتروح دايس مثلا 0.5 equal 3 equal negative 1400 equal. بعد كده تدوس a equal equal، تطلع معاك ايه؟ رقمين t equal 50 و t equal ايه؟ negative 50 تمام؟ طيب هنا بقى في دي بنكتب ايه بقى؟ ها بنعمل مود 9 equation، يعني رقم 2 polynomial 9 2 2 كمان فاهم انت، عشان انت عايز ايه؟ رقم second degree تمام، لان هي باور 2 هنا. فهتعمل ايه؟ x باور يعني هتكتب 0.5 3 negative 1400 تمام. طيب راح كده طلعناها 15 second. طيب السؤال اللي بعد كده بقى، عندنا السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لنا انا عندي in the opposite figure، in the opposite figure ايه اللي حصل بقى؟ انا عندي an object is acted 1.2 perpendicular forces if 1 and if 2 so the resultant force is ايه بقى؟
مين شاطر يقول لي هتبقى انا عندي اف 1 اند اف 2 طيب هنا بيقول لي an object is acted upon by two perpendicular forces F1 and F2 so the resultant force F is أكيد هتبقى إيه؟ طيب هو الكتاب ده باين فيه غلطة ممكن بص على الكتاب كده طيب تعالى كده نبص مع بعض على السؤال ده لو انا دلوقتي عندي تو بيرپنديكولار فورسز كده اللي هي اف 1 واف 2 تمام انا دلوقتي تعالوا كده نشوف مع بعض لو انا عندي تو بيرپنديكولار فورسز كده يعني اف 1 هنا تمام ودي اف 2 اف 1 اهي وده اف 2 لو F1 هنا عندي مثلا هنا وليكن يسامي هنا ب 3 نيوتن وال F2 ب 4 نيوتن تمام يبقى ساعتها الريزلتنت فورس هنا بكام؟ مين شاطر يقول لي كام هنا؟ دي 90 فهنجيب دي ازاي بقى دي الريزلتنت دي؟ بس الصح اللي هو ايكوال ايه بقى؟ الاف نت او النت فورس او الريزلتنت فورس ايكوال رول 3 باور 2 بلس 4 باور 2 ايكوال 5 نيوتن تمام؟ طب لو انا جيت قلت ان التو فورسز دول ان ذا سيم دايركشن كده اف 1 ايكوال 3 نيوتن اف 2 ايكوال 4 نيوتن لو انا عايز اجيب النت فورس هنا اجيبها ازاي 3 نيوتن اف 1 بلس اف 2 هيبقى 3 بلس 4 ايكوال كام دي بقى 7 نيوتن صح كده يبقى النت فورس هنا ايكوال 3 بلس 4 ايكوال 7 يبقى هنا طبعا الريزلتنت لما انا اجي اعمل السم بتاع الاثنين دول اكبر من لما كانوا ايه الانجل اللي بينهم 90 يعني الريزلتنت فورس في الكيس دي 5 الريزلتنت فورس في الكيس دي 7 مين اللي ليه الريزلتنت فورس اكبر في الكيس الثانيه يبقى الريزلتنت فورس هنا ليس ذان الريزلتنت فورس دي صح كده يبقى اف نت 1 يبقى هو بيقول لك ايه لما كانوا بيرپنديكولار تو بيرپنديكولار فورسز يبقى دلوقتي عندي ايه الريزلتنت بتاعتهم هتبقى ليس ذان الايه الاف 1 بلس الاف 2 صح كده هتبقى ليس ذان اف 1 بلس اف 2 تمام طيب انا عندي هنا ايه بقى رقم 8 بتقول لي ايه رقم 8 بيقول لي if the two physical constants a and b have different dimensions which of the following mathematical operation has a physical physical meaning يعني مين من دول ليه معنى physical meaning لو انا عملت a plus b ينفع اقول دلوقتي هو الاثنين التو يعني ال a وال b مالهم different dimensions يعني ايه different dimensions بقى يعني واحد لينس والتاني ايه ماس ينفع اقول اللينس بلس الماس ده ينفع اقول لينس بلس ماينس ماس دي غلط طبعا ما ينفعش حتى اقول كمان ايه لينس ماينس ماس صح ما ينفعش ينفع بقى اقول بقى a minus a over b الاثنين اوكي اعملهم divided بعض تمام طيب لكن هل يعني ال a over b بقى هتطلع لي ايه هتطلع لي حاجة غير ال a بس فاهمة يعني مثلا بقول دي ماس ماس اهي هماينس منها ماس على لينس ما هو الماس على اللينس دي مش هيطلع في اخر ماس هيطلع حاجه تانية خالص هيطلع حاجه تانية فكده كاني بقول لي ماس ماينس مين حاجه مختلفه عنها انا ما ينفعش اعمل ماينس او اعمل ايه بلس لحاجتين مختلفين عن بعض لازم يكونوا زي بعض بالظبط اما مين بقى اللي انا يعني ممكن عادي ممكن اضرب حاجتين مختلفين عن بعض مين زي مين بقى ممكن اعمل تايمز ممكن اعمل ايه المالتيبليكيشن عادي جدا a تايمز b مش مشكله ماس في لينس مش مشكله عادي distance في ايه v في t مش مشكله ما احنا قوانيننا عندنا ايه عندنا ان الديستنس مثلا ايكوال في 50 فاي اثنين اي اثنين ديفرنت يعني ليه يعني ما لهمش نفس الايه الدايمنشن ممكن اعملهم تايمز واعملهم ديفايدد عادي جدا لكن اجي بقى عند الايه
عند البلس والماينس ما ينفعش، حاجتين مختلفين عن بعض. زي اقول تايم مثلا ماينس لينس مش هينفع خالص صح. فساعتها دي كده الوحيده اللي ايه اف بي هي اللي ليها اي فيزيكال مينينج. تمام. رقم 9 امان اتريست، يبقى الفي اي بتاعته كان ايكوال 0. Started its motion in a straight line with uniform acceleration till his velocity reached 4 meter per second. يعني الـ V final هنا بكام؟ وصل الـ V equal 4 meter per second. في time قد ايه؟ في time equal 8 second. انا دلوقتي معايا الـ VI والـ VF والـ T. انا عايز الـ A. ايه الحق السهلة دي؟ سهلة جدا. ما هو الـ A عبارة عن ايه؟ V final الـ delta V على delta T، او V final minus V initial على الـ time. يبقى الـ A عبارة عن ايه؟ acceleration equal V final minus V initial over time. الـ V final هنا كام؟ قال لي وصل للـ هي ايه؟ للـ 4 متر بير سكند. طيب 0 minus 0 over time اللي هو بـ 8، فـ 4 على 8 بكام؟ 0.5 متر بير سكند سكوير. تمام؟ سؤال رقم 10 بيقول ايه؟ أسئلة سهلة جدا على فكرة. 10 هنا a student measured the dimension of a garden of area 200 meters square. The relative error in measuring this area was 0.05. يبقى دلوقتي عندي ال area ال measured area ال area equal كام؟ 200 meters square. وعندي relative error. طيب هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ هو كان بيقيس الايه؟ الميجرد اريا. يعني خلي بالك بقى الاريا الايه؟ الاكشوال فاليو او ريل فاليو كانت عباره عن كام؟ 200 متر سكوير. ليه كده؟ ليه اعتبرتها متر سكوير؟ لان هو بيقول لك هو كان بيحاول يقيس الدايمنشن بتاع ايه؟ جاردن الاريا بتاعتها يعني 200 متر سكوير. تمام؟ يعني هي يعني الصح بتاعها ان هي تبقى 200 متر سكوير. طيب فقال لك ان كان الريلاتيف ايرور يعني الار ايكوال كام؟ 0.05. فبسيطة خالص دي بقى. ليه بقى؟ بص كده عندي هتلاقي ان الريلاتيف ايرور ايكوال ايه؟ الريلاتيف ايرور ايكوال ها دلتا اكس على الاكس نوت صح؟ او ممكن اقولها ازاي بقى بطريقتنا بقى دي دلوقتي ده هنا الريلاتيف ايرور بقى اسمها يعني ده جنرال لو. فانت ممكن مثلا تخلي بدل الاكس دي تخليها اريا، فالدلتا اريا يعني الابسوليوت ايرور في الاريا، وهنا الاكشوال فاليو انا نخليها مثلا ايه اريا نوت صح. قلت معايا الريلاتيف ايرور ومعايا الاكشوال صح، فاضرب الاكشوال في مين؟ في الريلاتيف يديني الايه الابسوليوت فاليو صح. يبقى عشان اجيب الدلتا ايه اضرب الريلاتيف ايرور في الريل في الريل فاليو اللي هي الاي نوت. تمام. عشان اجيب الدلتا ايه اجيبها ازاي بقى؟ اقول عندي ان انا هضرب هعمل تايمز مين لل 0.05 في الايه في 200.05 باي 200 تطلع لي كام؟ تطلع 5 to 10 متر سكوير. تمام. طيب رقم 11 بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي in the opposite figure. in the opposite figure كده بيقول لي هنا 24 متر هنا وهنا في 12 متر، وده كان ده 24 متر. شايفين كده هنا بيقول لي انا بيقول لي هنا ايه الزبط فيجر امن موفد فروم بوينت A تو B في تايم 10 سكند. يبقى التايم من هنا لهنا 10 سكند، والتايم من البي بقى فروم بي تو سي 6 سكند. يبقى التايم هنا ب 6 سكند، والتايم بقى من مين لمين من سي دي بكام سكند بقى؟ هيبقى 14 سكند. هنا 14 وهنا 6 سكند وهنا 10 سكند صح كده؟ فبقينا انا عايز الايه؟ What is the average velocity by which is he moved from point A to D؟ average average velocity عبارة عن ايه؟ total net displacement ال displacement على الايه؟ ال displacement over total time. خلي بالك بقى دي. يبقى انا دلوقتي عشان اجيب الافرج هنا اجيبها ازاي بقى؟ ها اقول بقى الديسبيسمنت هنا عندي كام؟ 24 و12 و... لا طبعا الديسبيسمنت هي الشورتست ديستنس صح؟ فروم ذا اي ستارت بوينت تو اندنج بوينت. يبقى هي دي. طب ما هو ده ايكوال ده وده
ايوه ايكوال ده، يبقى ساعتها الديسبيسمنت هنا كام من الاي للدي اللي هي 12 بس التايم اخد التايم كله بقى 10 سكند بلس 6 سكند بلس 14 سكند 6 و 14 يبقى 20 20 و10 يبقى كام 30 تحت يبقى هو في 12 تحت في 30 فاعمل ايه 12 اوف 30 ايكوال 2 اوفر 5 2 اوفر 5 اللي هي تبقى كام يبقى الفي افريج هنا اللي هي عباره عن 2 اوفر 5 اللي هي ايكوال 0.4 متر بير سكند. طيب السؤال بعد كده بيقول هنا ايه رقم 12 اكور درايفر سو اكتشوال ان ذا ميدل in the middle of the route at a distance 25 meters from his car. يبقى هو شايف هنا كان هو عربيته مثلا كده وهو على بعد 25 متر شايفه. طيب قال لك هنا ايه بقى وهو كان ماشي اصلا ب v قد ايه ب 12 متر بير سكند تمام. He used the brakes after a response time of 0.5 second. يعني هو ايه يعني خد وقت كده عبال ما ايه ما يوقف دوس على الفرامل بتاع نص ثانيه ولا حاجه ففضل ماشي شويه بالايه بالسرعه بتاعته دي. طيب وبعد كده بقى so the car accelerated at 6 meter per second square till it stopped. Does the car hit the trail or not? تعال نشوفها بعض. الفي اي هنا كان ب 12 اي متر بير سكند صح؟ يبقى هو فضل ماشي شويه قد ايه؟ هو هل هو مشي داس على الفرامل لما كان على بعد 25 متر؟ لا ده فضل شويه فضل نص ثانيه عمال ايه ماشي بنفس يعني كل حته من الايه من ال 25 دي صح؟ قد ايه بقى الحته دي بقى نعرف نجيبها ازاي؟ هو كان ماشي بايه؟ ماشي ب في الاول ب 12 متر بير سكند. فخلي بالك بقى ال v equal دي على ايه؟ على t صح كده؟ انا عايز اعرف هياكل قد ايه من ال 25 دي؟ هو كان ماشي ب v قد ايه؟ ب 12 وتايم ال v في t اهي فال v عندي هنا 12 ومشي بايه؟ تايم هاف سكند كده فهاف في 12 بكام؟ ب 6 متر يبقى هو خد 6 متر بالظبط ماله؟ لسه بالظبط ما كانش داس على الفرامل. بعدها على طول بقى he used the brakes after a response time of 0.5 يبقى هو ايه بعد 0.5 سكند استخدم الفرامل عشان ايه يبطئ. يبقى هو دلوقتي كان ايه وصلنا لمرحله ثانيه بقى هنا هو بقى ايه بقى على بعد كام دلوقتي بقى؟ بقى على بعد كام؟ ها مين شاطر يقول لي؟ مش هيبقى على بعد 25 بقى ما هو مشي 6 متر عشان هو كان يعني الريسبونس تايم يعني هو ايه خد باله بقى ان هو ايه في حد ولازم يوقف على الفرق تمام. فكان مش 6 متر لقدام فهيبقى كده كام هنا 19 متر تمام. فكده لان احنا شلنا من 25 6 متر فبقى 19 متر. هم دول بقى ايه لو هو الفي فاينل بقت بزيرو هنا يبقى مش هيهبط مش هيهبط صح. طب تعالى نشوف مع بعض بقى يبقى الفي اي برضه هنا كان برضه ما اتغيرتش كام ب 12 متر بير سكند ماشي بسرعه واحده بس تمام. بعد كده هيحصل ايه بقى؟ ها بيقول لي بيقول لي هنا ايه؟ هيبقى ماشي بايه؟ الاكسلريشن كانت نيجاتيف 6 متر بير سكند سكوير تمام؟ يبقى الفي اي هنا عرفتها والاي عرفتها والفي اي يعني الفي اي والاي عارفهم صح؟ وبيقول لك ايه؟ يعني لحد ما يقف بالظبط الفي فاينل هتبقى بايه؟ بزيرو. طب انا عايز اعرف بقى الفي فاينل هتبقى بزيرو امتى؟ قبل ال 19 ولا بعد ال 19؟ لو بعد ال 19 يبقى هو خلاص مشي كمل كمل يعني فاهم يعني هو كده خبطه. فانا من الثلاثه دول كده هعمل ايه؟ هحسب الدي. في اف هحسب منها الدي ازاي؟ equation رقم 3 هي equal ايه بقى v final square equal v initial square plus 2 a d. v final بكام هنا؟ باور 2 0 equal v initial باور 2 اللي هي 12 باور 2 الاي هنا بالنيجاتيف فهحط لها نيجاتيف 2. طيب والاي هنا بكام؟ ب 6 هنا والدي انا عايز اعرفها بكام؟ هنودي دول الناحيه دي بكام دي؟ 2 في 6 بكام؟ ب 12 هوديها الناحيه الثانيه ايه؟ بدل نيجاتيف 12 دي هوديها هناك ايه؟ 12 دي على طول 12 دي
equal 12 بار 2 فنمشي 12 من هنا نعمل divide 12 وdivide 12 لما نمشي 12 مع 12 كده بيحصل ايه؟ يبقى دي هتبقى equal كام؟ 12 متر. يبقى هو هياخد ايه بقى؟ يبقى هو بالظبط هيمشي 12 متر وهيقف. يعني مش لو يعني هيقف ايه؟ هيبقى باقي له كام على الواد هنا؟ 7 متر. يعني هو هيمشي لحد هنا بالظبط كده 12 متر هنا، فهيبقى هنا 7 متر، هيبقى بعيد عن الطفل بايده 7 متر. فبالتالي ايه؟ مش هيخبطه. تمام؟ لان هو يمشي يعني احنا كنا بندور على ايه؟ انا كنت بدور امتى هيقف؟ كنت بدور على الدي، امتى هيقف بعد 12 متر؟ طب هو اللي بينه وبين الواد قد ايه؟ 19 متر. طب لما ياخد 12 متر يبقى هو كده هيخبطه؟ لا ده كده لسه بعيد عنه 7 متر مش هيخبطه. طيب عندنا دلوقتي اللي بعد كده 13 بيقول لي هنا ايه؟ 13 هنا بيقول لي انا عندي ايه؟ عندي 13 هنا بتقول لي انا عندي the light here is the distance covered by the light within a year of earth on earth with a speed of 2.998 × 10⁸ meters per second How many meters in the light here? طيب طب حلو قوي. هو دلوقتي بيقول لي التايم هنا 1 year، يبقى التايم هنا كام؟ هو قال لي ان الايه الهير اون ايرث ايكوال كام؟ 365.25 days. صح، حاول ازاي من داي بقى الاور تايمز كام؟ من داي الداي فيه كام اور؟ 24. طب حاول ازاي من اور لمينت؟ 60 60 عشان ايه؟ سكند. ده كده طيب. وانا معايا الفي هنا كام بقى؟ الفي هنا ايكوال 2.998 × 10⁸ meters per second. كده انا معايا الايه؟ في ومعايا مين؟ تي. ازاي اجيب بقى ايه؟ هاو ميني meters هو عايز الديستنس يعني صح؟ طيب الفي ايكوال ديستنس على اوفر ايه؟ طيب ازاي اجيب الديستنس بقى؟ اضرب في تي صح؟ يبقى الدي هجيبها ازاي؟ اضرب الفي في التي، يعني اضرب الرقمين دول في بعض، اضرب اللي هو الايه؟ الفي اللي هي ايه؟ 2.998 × 10⁸ في التايم اللي هو ايه؟ 365.25 اضربها في 24 اضربها في 60 باي 60 كمان يبقى يطلع في الاخر خالص ايه؟ 2.998 × 10⁸ × 365.25 × 24 × 60 × 60 هيطلع الرقم ده بقى دي ايكوال 9.46 × 10⁸ 15 متر صح كده؟ طيب حلو قوي. An object is projected horizontally from the top of the building and falls down at a distance d from the base of the building within a time t calculate the initial v by which the object is projected. حلو قوي ده. رقم 14 ده حلو قوي، سؤال جميل قوي. هنا احنا عارفين لما انا دلوقتي انا هرمي حاجه كده فكده ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه الرينج صح؟ جميل، ده اسمه ايه؟ الرينج بتاعي. بس التايم هنا وانا بحسب الرينج هقول اني تايم بقى؟ اني تايم؟ هقول الفي اي اكس، الفي اي اكس عشان انا بحسب الهورزونتال ديستانس صح؟ بس هضربه في اني اني بقى تايم بقى؟ تايم ايه التوتال التايم فلايت ده كده تي كابيتال؟ لا هو تي سمول بس. هو ايه؟ انا عايز احسب مين دلوقتي؟ الفي اي اكس صح؟ عايز الفي اي اكس. احسب الفي اكس ازاي؟ اقسم الرينج على التايم، يبقى الرينج ايكوال انا عشان احسب الرينج معلش يبقى اقول ساعتها ايه بقى؟ الرينج ايكوال مين؟ سوري انا عايز احسب الفي اي اكس، انا اسف. طيب انا هنا الانيشال فيلوسيتي اوف ذا بول يبقى الفي اي اكس ايكوال رينج على تايم صح؟ طيب وانا بقى بحسب الفي اي اكس احسبها ازاي؟ بص بسيطه خالص، الرينج اصلا عباره عن ايه؟ الرينج ده اصلا ايكوال كام او الدي ايكوال كام هنا بقى؟ 50 ± 0.2 متر. طيب طب والتايم عباره عن ايه بقى؟ 10 ± 0.5 سكند. جميل. هبدأ ازاي اجيب الفي اي اكس بقى؟ بسيطه خالص، هتعمل ايه؟ ده اوفر ده 50 على 10 بكام؟
فايف ها خلاص دي خلصناها دي. طب بقى نيجي عند بقى مين؟ عند الابسوليوت ايرور. هنا بقى بنحسبه ازاي بقى؟ ليها خطوات بقى. ما ينفعش اقول الايرور هنا بلس الايرور هنا يديني الايرور هنا. ليه بقى؟ لان الايرور هنا بالميتر والايرور هنا بالسكند. ما ينفعش اقول حاجه ميتر حاجه بلس حاجه سكند. فنروح نجيب الريلاتيف، نجيب حاجه هنا الريلاتيف ايرور، لان ده يونت لسه مش مالوش يونت. ريلاتيف ايرور في الار في الديستنس يعني، او الار يعني عباره عن دلتا في دلتا ايه دي على على دي نوت الثاني على الاول يعني. دلتا دي على الدي نوت باعتبار ان دي اسمها دي او مسميها دي يعني، تمام؟ فمش مشكله. الثاني على الاول، الثاني ده بيبقى هو الايرور اللي هو الدلتا دي، والاولاني ده اللي هو بيبقى الايه الريل فاليو، صح؟ فلما اعمل 0.2 ديفايدد 50 تطلع دي كام؟ 0.2 ديفايدد 50 ايكوال 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 يعني 0.004. طب ازاي اجيب الريلاتيف ايرور في ده؟ بسيطه. الريلاتيف ايرور في التايم هتبقى الثاني على الاول برضه، اللي هي الدلتا تي على مين؟ على التي نوت، صح؟ فنعمل ايه؟ 0.5 ديفايدد 10 فتبقى 0.05. لما اجي اعمل بقى اجيب ازاي الريلاتيف ايرور في الفي بقى؟ يعني انا دلوقتي معايا الريلاتيف ايرور يعني نسبه الايرور في مين؟ في الدي، ونسبه الايرور في التايم. طب نسبه الايرور في دي اللي انا بجيبها اصلا من الاثنين دول اكيد هيبقى فيها ايرور ناتج من الاثنين، فده اللي هو الاكيوميليتيف ايرور. فاكيد الريلاتيف ايرور في الفي هتبقى عباره عن ايه بقى؟ هتبقى الريلاتيف ايرور في الدي بلس الريلاتيف ايرور في التي، فتبقى 0.004 بلس 0.05. فنعمل ده بلس ده يطلع بكام؟ 0.054. ده كده الريلاتيف ايرور. بس انا ما بكتبش هنا ريلاتيف ايرور، ده انا بكتب هنا ايه؟ الابسوليوت ايرور. طب انا ازاي اكتب بقى الابسوليوت ايرور؟ اجيبه ازاي بقى؟ ما انا معايا الايه؟ الاكشوال فاليو، صح؟ مش قصدي معايا الاكشوال فاليو هنا اللي هي الفي، مش احنا حسبناها لما قسمنا هنا الايه؟ ريل فاليو اوفر ريل فاليو تديني ريل فاليو، صح؟ او الاكشوال فاليو. طب انت دلوقتي عايز تجيب بقى مين؟ الابسوليوت ايرور. افتكر بقى معايا ان الابسوليوت ايرور اللي هو الدلتا اكس كان عباره عن ايه؟ ريلاتيف في الاكس نوت، صح؟ فازاي اجيب الدلتا اكس اللي فوق دي بقى؟ ها؟ اضرب الريلاتيف دلتا اكس، اضرب الريلاتيف اللي انت جايب وجاي لسه جايب اهو 0.054، اضربه في كام بقى؟ في الاكس نوت اللي هي 5. يبقى انت عشان تجيب الدلتا اكس اللي هي بتتكتب هنا دي هتقول 0.054 اللي هي الريلاتيف ايرور يعني في الاكشوال فاليو اللي هي 5 تطلع بكام؟ 0.27. طيب هنا 0.27 كده كان الفي بالايه؟ بالمتر بير سكند، تمام كده؟